السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتحية لكافة الإخوة والأخوات المتابعين الأوفياء ومعكم عبد الكريم بن محمد من راديو المسوق الإلكتروني وترحب بكاع الإخوة والأخوات اللي حاضرين معنا إن شاء الله في هذا اللايف وهذا اللايف درتو حيت عدة مرات تنتلقى رسائل بخصوص علاش ما بقيتيش كدير اللايف علاش ما تديرش يعني لايف أسبوعي علاش وعلاش فهنا بغيت نوضح يعني في هذا اللايف أوديو انه ان شاء الله غنحاول ما امكن لانه كما تتعلموا كما تتعرفوا يعني عندي اكثر اكتيفيتي يعني اللي تدي ليا الوقت هي ديفلوبون دي لوجيسيال يعني ضروري هذا لو مارشي ديال ديال الاي ماركتينغ التسويق الالكتروني تيطلب مني انني نديفلوبي حسب بزاف ديال لي بيزوين اللي كاينين في هذا المارشي فاغلب الوقت تيديه ليا الديفلوبمون يعني في الدومين ديال الاي ماركتينغ e فلذلك يعني قررت ندير واحد لاكتيفيتي مزيانه اللي غادي تعوض اللايف يعني باي شكل كان الا وهي اي واحد عنده اي سؤال تقني بامكانه يراسلني به على الواتساب يعني راني حاط كاع معلومات الواتساب في الديسكريبشن ديال هاد البودكاست فبامكانك تاخذ الرقم ديال الواتساب وتراسلني بالسؤال التقني ديالك على الرقم ديال الواتساب وان شاء الله انا داك السؤال ديالك غادي نتطرق ليه يعني شديتيني في اللايف كان بها يعني غتسولني في اللايف في لي كومونتير ما كانش غادي تصيفط لي السؤال ديالك مباشره في الواتساب وانا ان شاء الله وقت ما يسر الله نجاوب سو... يعني نجاوب الاسئله اللي كاينه في الواتساب باش ان شاء الله اي واحد عنده اي مشكل تقني يقدر يعني يلقى التوجيه المناسب والحل ديال المشكل التقني ديالو مرحبا بالاخ كريم مرحبا بالاخ رضا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا بك وبكاع الاخوه الأخوات اللي حاضرين معنا فكيف قلت لكم يعني لاكتيفيتي يعني شويه ديال اللايف حاليا يعني في الـ في الوضع الحالي شويه صعيبه مقارنه ب يعني بلو سيستيم ديفلوبمون اللي تنتبعو حاليا لانه كاين دي بروجي تنحاول نخرجهم اون باراليل يعني ما تنخدمش على بروجي واحد دابا في نفس الوقت يعني كاين دي بروجي لوجيسيال تنحاول نخرجهم اون باراليل ما كرهتش انا ندير دي زيبيزود دي, زي دي بودكاست يعني تيهضروا على المسيره ديالي في الديفلوبمون ديال هاد لي بروجي ونهضر على التفاصيل ديالهم منها تكون يعني واحد واحد السيزون ديال البري لانش او البري ماركتينغ دوك لي بروجي اللي غنلونسيهم لكن تنحاول نوفق بين كل شيء فتبقى الحل الامثل يعني باش نبقى يعني متواصل مع البوبليك كامل مزيان هو يعني هذه الوسيله ديال الواتساب والرقم بوبليك اللي حاطه يعني في الديسكريبشن ديال هذا البودكاست باش اي واحد عنده اي سؤال تقني فيما يتعلق يعني بالتخصصات اللي انا تمشي فيها بالدرجه الاولى التخصص ديال الايميل ماركتينغ سي بي اي كذلك ما كاينش مشكل من الناحيه ديال سي بي سي بي اس حتى هو يعني اي سؤال عندك في سي بي اس او في سي بي سي كذلك ما كاينش بروبليم لانه ظهروا دابا تقنيات جديده حتى في الدومين ديال سي بي سي اللي فالابل من الناحيه ديال الكونتنت فارمينغ يعني لاحظت انه كاين الجديد بزاف حتى في سي بي سي ف وكذلك في السوشيال ميديا ماركتينغ لانكم تشوفوني يعني عندي اكتيفيتي حتى في السوشيال ميديا ماركتينغ ف ما كاينش مشكل انك تصيفط لي السؤال ديالك عبر واتساب وانا ان شاء الله فاش تندير اون سيسيون ديال ديال الرد على الاسئله في الواتساب نجاوب على الاسئله ديالكم ونحل المشاكل ديالكم بار واتساب ان شاء الله وهذا الشيء ما انه يكونوا عندي دي سيسيون راديو يعني على مدار الاسبوع كاين بعض الاسئله تعجبني هي اللي تندير عليها حلقات الراديو فهذه هذه ماشي عادي يعني منذ مده فاش يوصلني مثلا شي سؤال في الواتساب ف وتيعجبني داك السؤال تنشوف انه يستحق ندير عليه واحد البودكاست واحد الحلقات الراديو فتندير عليه حلقات الراديو ما كاينش مشكل لان مصدر الالهام ديالي يعني حتى في حلقات الراديو اللي تنديرها بشكل اسبوعي هما الاسئله ديال الواتساب بالدرجه الاولى فهكذا يعني ان شاء الله تنظن انني يعني عطيتكم راس الخيط فاي واحد يعني تيسولني علاش غبرتي يعني على اللا... اللايف ف يعني ما نكذبش عليكم انه ديك يعني ديك الساعه ديال اللايف او كذا فهاد يعني فهاد الوقت اللي انا مركز فيه بزاف في الديفلوبمون تجيني شويه قاصحه وتقدر يعني ت... يعني تهرس لي البروغرام ديال الليله كامل لانني غنكونسومي بزاف ديال الانرجي في ديك الساعه فتنفضل انني ندير دي بودكاست قصارين هكا في الفيسبوك ويكونوا اوديو وفي نفس الوقت لا كانوا الاسئله يعني في الواتساب تنشوف الاسئله تتكون الاجابه سريعه يعني بالاوديو تصيفط الاجابه ديالك تتكون كافيه ووافيه وفي نفس الوقت الشخص يعني تلقى التوجيه الانسب له فتنشكركم على حسن المتابعه ديالكم وتنذكركم ارسال الاسئله ديالكم عندك اي سؤال تقني في ايميل ماركتينج سي بي اي سي بي اس سي بي سي او حتى في السوشيال ميديا ماركتينج او في السيو بامكانك تراسني به على الواتساب معلومات الواتساب كامله تدخل غير الديسكريبشن ديال هاد البودكاست تاخد الرقم ديال الواتساب ان شاء الله نشوفكم ان شاء الله في بودكاست واحد اخر في اي وقت ممكن يعني نلوح ان بودكاست راديو في الفيسبوك فنشكركم على حسن المتابعه ديالكم نشوفكم في بودكاست اخر على راديو المسوق الالكتروني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته